رئيس مجلس القيادة يعزي المستشار المخلافي في وفاة والدته. رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأول للجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء. المؤسسة الاقتصادية اليمنية تدشن المعرض الرمضاني في عدن. الأمين العام لمحل حضرموت يدشن حملة التحصين ضد مرض الطاعون المجترات الصغيرة وجدر الأغنام والماعز. من مبنى تلفزيون حضرموت بالمكلا نرحب بكم في نشرة العاشرة، ونبدأ نشرتنا مع إجراء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اتصالا هاتفيا بمستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبد الملك المخلافي، عزاه فيه في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته. وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للمستشار المخلافي وإخوانه وجميع أفراد عائلته بمصابهم الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اتصالا هاتفيا بمستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الدكتور عبد الملك المخلافي، عزاه فيه في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الفاضلة. وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للمستشار المخلافي وجميع أفراد أسرته الكريمة بمصابهم الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي مجمل الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية والأمنية في المحافظة وخطط السلطة المحلية للتعامل معها والإسناد المطلوب من الحكومة. وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين التي تمس حياتهم ومعيشتهم اليومية وفق الأولويات العاجلة والإمكانات المتاحة. ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول للجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء لمناقشة آليات إنجاز اللجنة مهامها وفق قرار تشكيلها والدور المطلوب من الوزارات والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملها. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للجنة في إنجاز مهامها والالتزام بأقصى معايير درجات الشفافية والمساءلة في كل إجراءات المناقصات وفقا لقرار تشكيلها، وجها الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجنة لتسهيل مهامها وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. كما كشف الدكتور بن مبارك عن مضي الحكومة في إجراءات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وفقا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مشددا في الوقت ذاته على المهام الملقاة على عاتق اللجنة فيما يخص فحص سلامة الوقود وانتهاج التخطيط طويل الأمد لتوفير الوقود بأسعار مناسبة وتنافسية. أعربت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر والداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انتكاسة جديدة لتطبيق اختصاصات المجلس المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكدت الخارجية في بيان لها رفض اليمن لازدواجية المعايير والاكتفاء بالصمت إزاء المجازر اليومية والانتهاكات الدموية بحق الشعب الفلسطيني التي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال. ودعت وزارة الخارجية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرارات الأممية والتشريعات الدولية التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتضمن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية. دشن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ووزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي المعرض الرمضاني الذي نظمته المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة المؤقتة عدن، وبحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ونائب رئيس الأركان اللواء الركن أحمد البصر. وأشاد وزير الدفاع بمستوى الترتيب والتنظيم والجهود التي بذلتها المؤسسة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة هذا المعرض الرمضاني وتوفيرها لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم في الشهر الكريم من مواد غذائية واستهلاكية بأسعار مناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وإن شاء الله هذه المؤسسة الاقتصادية ستكون الملاذ الاقتصادي نوعا ما للمواطن، وإن شاء الله ستكون فاتح المعارض هذه معارض دائمة ابتداء من المعرض التجاري الذي قامت به المؤسسة الاقتصادية في محافظة حضرموت الذي سيتم افتتاحه يوم الأحد القادم. وكذلك ستقوم المؤسسة الاقتصادية بإعادة المجمعات الاستهلاكية في عدن مثل المجمع الاستهلاكي في المعلى والمجمع الاستهلاكي في خور مكسر، وايضا المجمع الاستهلاكي في المنصوره الذي تم الاستيلاء عليه من قبل نافذين في النظام السابق ما قبل 2010، وهذا لن نسكت على اي شيء تم التنازل عنه، وخاصه المجمعات الاستهلاكيه التي منها يستفيد المواطن، منها تستطيع المؤسسه ان توصل للمواطن وفتح منافذ البيع المباشر لتوفير احتياجات باقل سعر للمواطن. ونحن نتمنى بان يقوم التجار عبر هذا المعرض بتقديم عروضهم التسويقيه المنافسه الحقيقيه لصالح المواطن. التنافس في توفير سلعه جيده بسعر مناسب يناسب الاستهلاك والمستهلك ويناسب البلد والوضع التمويني داخل البلد. ونحن عبر هذا المعرض نوجه مع المؤسسه الاقتصاديه رساله واحده فقط، بان احنا الى جانب المستهلك في هذا الوضع الصعب الذي نعيشه. وصلت الى ميناء عدن شحنه معدات لتصريف الطاقه الخاصه ومكوناتها بمحطه الطاقه الشمسيه 120 ميجاوات والمقدمه من دوله الامارات العربيه المتحده. وقال وزير الكهرباء والطاقه المهندس مانع بن يمين ان وصول اخر مكونات محطه الطاقه الشمسيه والمعدات يمثل لحظه مهمه في مسيره قطاع الكهرباء في بلادنا، مؤكدا أن العمل لإنجاز المحطة يمضي بوتيرة متسارعة وأن تشغيلها سيشكل علامة فارقة في مسار التحول نحو الاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة. من جانبه أشار محافظ عدن وزير الدولة أحمد لملس إلى أهمية وصول معدات المرحلة النهائية من محطة الطاقة الشمسية التي تعد أول مشروع استراتيجي ونوعي في اليمن للطاقة النظيفة على طريق التحول الكامل للاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة. اطلع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي اليوم على مستوى سير العمل بالإدارة العامة للمؤسسة العامة للطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن. الوزير الحريزي تعرف من قيادة المؤسسة والمعنيين على الجهود المبذولة لتحسين أداء المؤسسة بالإدارة العامة في عدن وفروعها في المحافظات المحررة، وكذا إنجاز المهام الموكلة إليها من قيادة وزارة الأشغال. وأكد وزير الأشغال على ضرورة استعداد المؤسسة في عدن والمحافظات المحررة للبدء بتنفيذ الرؤية العامة للوزارة والخاصة بقطاع الطرق وأعمال الصيانة الروتينية، وكذا مشاريع الطرق الجديدة التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها ضمن خطة الوزارة للعام الجاري، داعيا قيادة المؤسسة إلى سرعة الرفع بالخطط التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة. تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن سير العمل في تأهيل حوض معالجة مياه الصرف الصحي وصيانته بمنطقتي كابوتا والعريش من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن. وأكد وزير المياه والبيئة أهمية تأهيل أحواض محطة المعالجة للحد من مشكلات طفحي خطوط مجاري مياه الصرف الصحي وانسدادها وتلوث المياه وانتشار الأمراض والأوبئة.
مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم جهود المؤسسة المحلية للمياه وتعزيز خدماتها عبر الاستفادة من المشاريع والتدخلات المنفذة من قبل المنظمات الدولية الداعمة. ناقش الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن الذي عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور وعد باديب سبل النهوض بأوضاع الشركة. وتطرق الاجتماع إلى التقرير العام للشركة والتحديات التي تواجهها في ظل التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب الأعمال الإرهابية التي تمارسها عناصر الميليشيات الحوثية على خطوط الملاحة البحرية. وأكد الوزير باديب ضرورة العمل لتحسين جودة خدمات الشركة وزيادة الإيرادات والاستثمار الأمثل للتجهيزات المتوفرة لها لتقديم الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية استمرار متابعة تنفيذ إجراءات نقل البوابة الإلكترونية والرفع بالصعوبات ليتسنى اتخاذ المعالجات اللازمة لها. أكد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اهتمام جميع قطاعات الوزارة بأنشطة نادي عدن للصمي ومسابقاته ومبادرتهن للفتيات. جاء ذلك خلال لقائه رئيس نادي عدن للصمي إسلام سعيد ورئيس مبادرتهن سميرة عبد الله ورئيس الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الإعاقة الرميصة يعقوب ورئيس مركز أناملنا عبد الحكيم محمود محمد وعددا من أعضاء نادي عدن للصمي ومبادرتهن للفتيات. وأشار البكري خلال اللقاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع المرأة نادي عبد الله إلى أن الوزارة تسعى من خلال دعم مسابقات هذه الفئة وتبني بعض برامجها إلى دمجهم في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم المختلفة. من جانبه استعرض إسلام دهمس أهم المشكلات والمعوقات التي تحول دون ممارستهم لأنشطتهم الرياضية المختلفة، في حين ذكرت سميرة عبد الله أن الكثير من الفتيات الصم بحاجة إلى المزيد من الدعم والاهتمام وعندهن الرغبة الكبيرة في ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الفعاليات داخليا وخارجيا. جدد محافظ المهرة محمد علي ياسر حرص السلطة المحلية والمكاتب المعنية توفير الخدمات العامة للمواطنين في مديريات المحافظة كافة وخاصة الكهرباء وتحسينها واتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة. واستعرض المحافظ خلال لقائه عددا من الشخصيات الاجتماعية والأعيان وعقال الحارات في مديريات المحافظة جهود السلطة المحلية في سبيل توفير الخدمات للمواطنين وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. واستمع المحافظ إلى مداخلات الشخصيات الاجتماعية والمقترحات وبعض التساؤلات بشأن كلفة تشغيل الكهرباء اليومية وحجم الإيرادات والعجز في ذلك. دشن الأمين العام لمحل حضرموت صالح العمقي حملة التحصين ضد مرض طاعون المشترات الصغيرة وجدر الأغنام والماعز والمعالجة للطفيليات الداخلية والخارجية ضمن مشروع الحفاظ على الثروة الحيوانية الذي تنفذه السلطة المحلية. وتهدف الحملة إلى تطعيم نحو 1,263,000 رأس من الماعز والأغنام التي شارك فيها قرابة 108 عمال بيطريين من منتسبي مكتب وزارة الزراعة بساحل حضرموت، وسيعمل على انتشارهم في 8 مديريات. وثمن الأمين العام لمحل حضرموت دور منظمة الفاو من خلال تدخلاتها في تنمية القطاع الزراعي والحيواني، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمة الفاو. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على التحضيرات الجارية لفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لإقامة معرض الشهر الكريم الثاني. وقدم مدير فرع المؤسسة محمد الحبشي شرحا عن مستوى التحضير والاستعداد للمعرض المقرر إقامته خلال الأيام القادمة ويستمر إلى نهاية شهر شعبان الجاري بمشاركة عدد من الشركات التجارية بهدف توفير أهم احتياجات المواطنين ومتطلباتهم بأسعار مناسبة. وأشاد الوكيل العامري بالجهود التي تبذلها المؤسسة في إعادة تفعيل نشاطها وإقامة مثل هذه المعارض التي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة مع سحب متفرقة على فترات من الصباح ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى مائلة للبرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى مائلة للبرودة ليلا. والآن مشاهدين إلى حالة الطقس. ختاما مشاهدينا إليكم تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس مجلس القيادة يعزي المستشار المخلافي في وفاة والدته. رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأول للجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء. المؤسسة الاقتصادية اليمنية تدشن المعرض الرمضاني في عدن. الأمين العام لمحل حضرموت يدشن حملة التحصين ضد مرض طاعون المشترات الصغيرة وجدر الأغنام والماعز. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. كنت معكم آية محمد وزميلي في النشرة على مثقال ومترجم لغة الإشارة رائد جروان وطاقم نشرة الأخبار تقبلوا تحياتنا. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.